معايا عبر الهاتف الآن الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك. يا فندم مساء الخير، مشرف ومنور. أنا يا أستاذ كريم مساء الخير. أنا بشكرك يا فندم وبشكر كل مسؤولي نادي الزمالك وبالتبعية بشكر مسؤولي النادي الأهلي إن أنتوا عاملين الموقف العظيم ده والحالة العظيمة دي. شفت البيانات النهاردة واللغة والصيغة اللي بتتحدثوا بيها، حاجة تشرف كل رياضي في مصر وكل الشعب المصري عموما. يعني هو طبعا هو ده المفروض في الآخر في الرياضة، التنافس جوه الملعب، لكن بره الملعب في الآخر احنا عاوزين المجتمع كله يبقى مجتمع متصالح ومجتمع متفاهم. وفي شك طبعا لما نتكلم عن المجتمع نتكلم على شق كبير جدا منه زمالك وشق كبير جدا منه أهلي. فهي زيارة حقيقة مؤجلة من فترة، واللي كانت مؤجلة يعني منذ مرض الله يرحمه الوزير العامري فاروق الله يرحمه. فجي وقت الزيارة دلوقتي، وطبعا أهلا وسهلا بكل مجلس إدارة النادي الأهلي في نادي الزمالك. طيب دي صفحة جديدة عظيمة اتفتحت يا دكتور حسام، ونفسنا الصفحة دي تكمل. تقول ايه لجماهير الكوره في مصر عشان يساعدوا على ده؟ انه جماهير الزمالك تبقى مبسوطه من ده، ان جماهير النادي الاهلي تبقى مبسوطه من ده. تنصح بايه كمان حتى الناس اللي بتشتغل في الوسط الرياضي بشكل عام، سواء اعلام او ادارات انديه اخرى او اداره اتحاد كوره، عشان نحافظ على الحاله الايجابيه دي ما يكونش فيها اي تعصب. والله الحاله دي انا شايف ان هي مهمه جدا، والزياره برضه يمكن دي جايه في وقت مهم قوي بيتناسب مع فكرة زيادة عدد الجماهير في الملاعب. أيوة. وده موضوع مهم جدا حقيقي لصالح صناعة الرياضة في مصر ولصالح فكرة الرياضة داخل الملعب. الرياضة بدون جمهور حقيقي شيء بدون يعني عارف زي حاجة ملهاش ولا طعم ولا لون ولا ريحة. فلازم الجمهور يتواجد. الجمهور إذا تواجد أنا بقول بقى لازم إحنا نفتح صفحة جديدة كلنا مع نفسنا. الجمهور يتواجد يحفز ويشجع فرقته ويقويها ويفرح لانتصارها ويقف في ظهرها لا قدر الله في حالة عدم الانتصار. هو ده دور الجمهور دائما وأبدا. مش عايزين أي خروج عن النص عشان ما يبقاش في عودة لفترة ما قبل العودة في الجمهور للملاعب. صحيح. النهارده بنتكلم على الزمالك والأهلي يبقى أكبر أندية شعبية محترمة طبعا لكل النوادي الشعبية الأخرى، لكن رسالة لكل النوادي كل الجماهير الإسماعيلي والمصري والاتحاد وكل الأندية الشعبية إن هي فرصة كبيرة جات لنا دلوقتي إن احنا نعبر عن شكلنا بشكل مختلف جدا. يمكن بيحسب يا أستاذ كريم للدول المتقدمة إزاي الأعداد المهولة دي بتكون موجودة في الاستاد وتدخل وتخرج بسلام وبدون أي مشاكل خالص. صحيح. فبالتالي احنا الزيارة اللي موجودة بكرة هي رسالة بتوجه من مجلسي الإدارة الزمالك والأهلي ان احنا تفضل يا دكتور. كل فرقة او كل فريق عشان نحافظ برضو على النسيج بقى بتاع الشعب المصري كله مع بعض. طيب. اتمنى ان شاء الله ان الفترة القادمة تشهد بالفعل تطبيق هذه الرسالة بشكل واضح جدا في الملاعب المصرية. اتمنى يكون الجمهور بتاع كل الفرق الرياضية وخاصة الزمالك والاهلي يعبروا عن هذه الرسالة وكيفية التعامل حتى في التشجيع الرياضي داخل الاستاد بدون احداث اي نوع انواع الشغب او خروج عن النص باي شكل من الاشكال، عشان الرقم اللي وصلنا له هو ال 20,000 ده حضور لا يزيد ويزيد ويزيد ويرجع بعد كده لكل الكراسي في المدرجات مشغوله بالجمهور. هايل. احنا كمان المبادره العظيمه دي قبل مواجهه كاس مصر، نهائي كاس مصر ان شاء الله خلاص خلال ايام باذن الله، هل هيبقى في ترتيبات معينه؟ هل هيبقى في صوره معينه خلال هذه المواجهه؟ هل بتفكروا في حاجه ان انتوا تظهروا كزمالك واهلي بشكل يعني في ترابط وفي علاقات جيده خلال هذه المباراه؟ بتفكروا في ده يا دكتور حسام؟ يعني زي ما قلت كده حضرتك، هو زياره بس لوحدها بتعني بقى كل هذه المعاني. صح. يعني ما يحدث داخل الزياره هيكون اكيد نقاش بين الطرفين، الكابتن حسين والكابتن الخطيب، في امور الرياضه في مصر، امور الكوره في الزمالك وفي الاهلي، وان احنا ازاي فعلا يكون في صفحه جديده مفتوحه بين الناديين عشان حتى ما نديش فرصه لحد من هنا او من هنا يتلاعب باسم الناديين
وان احنا بنشوف ساعات المزايدات اللي بتحصل بسبب ان الاسماء الانديه بيزجب اسمائها، ده الاهلي عايزه ده الزمالك عايزه، فيبدا البورصه حتى بتاعت اللاعبين يعني تزيد قوي عن ما هو منطقي وما هو يعني معقول. فبالتالي اعتقد التواصل بين الناديين هيكون لصالح الناديين ولصالح الكره المصريه، هينفع عنها بقى على طول، ينتج عنها على طول نقول روح رياضيه فعلا بين الجماهير. عشان برضه لما نتكلم هو الرياضه عامه سخونيه الجمهور وحماس الجمهور عنصر اساسي طبعا من الرياضه طبعا. مش معنى ان انا اكون روح رياضيه ان انا بقاش متحمس ومحفز لفرقتي، لا بالعكس خالص. ولكن دائما نقول الحماس ده دون خروج عن النص ودون اساءه لشكلنا احنا امام العالم كله. احنا رايحين نلعب ان شاء الله كاس مصر ان شاء الله، يعني نرجع موفقين في هذه المباراه المهمه جدا في الرياض. فبالتالي احنا كده يعني نقلنا المشهد كمان خارج جمهوريه مصر العربيه، واعتقد ان العالم كله هيشوف المشهد ده عشان نؤكد وندلل ان الجمهور المصري داخل مصر وخارج مصر هو الجمهور الاعظم، جمهور دائما ماشي في السياق، دائما لا يشذ عن ما هو صحيح وسليم. عظيم جدا. موعد الزياره امتى يا دكتور حسام؟ بكره ان شاء الله. الو، موعد الزياره امتى يا دكتور لو سمحت؟ الزياره ان شاء الله الساعه 12 الظهر. الساعه 12 الظهر. يعني دكتور حسام انا بشكرك شكرا جزيلا، موفقين دائما وابدا، انتم مجلس محترم من اول يوم، انجازات وشغل عظيم جدا. ما حبيتش اتكلم معاك في تفاصيل كثيره تخص ما فعلتوه وما قدمتوه لنادي الزمالك خلال فتره وجيزه جدا، حبيت بس تبقى المداخله لصفحه عظيمه جدا بتتفتح بين الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك الان، للعلاقات العظيمه الطبيعيه المنطقيه انها تكون بين قلعتين رياضيتين كبيرتين في الوطن العربي بشكل عام وليس في مصر فقط.